سمعوني مليح قبل ما تسقسوني، هذا الفيديو حنديرو خاص غير بخبز البرجر باش يجيكم هذاك الطري والمنفخ، والفيديو اللي مور هذا نحط لكم هذيك الصلصة والبولي اشي كيفاش درتها. نحتاجو في العجينة تاعنا كاس تاع حليب دافي مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة خميرة الخبز، نخلطوهم ونخلوهم يخمروا. بعد ما خمرت خلطها، زدت لها ربع كاس زيت، علبة تاع ياغورت ناتشيغ ولا رايب. عندنا حوالي 3 كيسان فارينة، درت نصف الكمية مع نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات وملعقة صغيرة ملح. عجنتهم وقعدت نزيد الفارينة حتى وين تعجنت. كي تعجنت خليتها خمرت. بعد ما خمرت نجو نديغازيوها، كي نديغازيوها نديرو الكوشة تاعنا تسخن ونبداو نشكلو. كي تكونوا تشكلو نصيحه، كل وحده اعجنوها مليح باش تخرجوا لها النفس. لو كان ما تخرجوا لهاش النفس وطيبوها تترتق لكم. درت هذا الشكل ودرت الدوائر. ندهنهم بالبيض المره الاولى، نخليهم يخمروا، نزيد ندهنهم بالبيض. كي يخمروا نديرهم الجلجلان ونطيبهم وبصحتكم.